بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل، وخصوصا الأخوات، حول الشخصية الباردة التي تعيشون أو يعيشون معها في البيت أو في العمل إلى غير ذلك، وكيفية التعامل مع الشخص البارد، الشخص البارد الذي لا يتفاعل مع الأشخاص ولا يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه إلا حسب مزاجه. طبعا كما تعرفون، وعلماؤنا الأعلام يقولون، المختصون في هذه القضايا حول النفس، بأن الشخصية الباردة هي شخصية غير محبوبة إطلاقا ولا محببة إطلاقا. الشخصية الباردة غير محبوبة إطلاقا. الشخصية الباردة معروف بأنه هادئ الطباع، شديد الكتمان، لا ينفعل سريعا، ولا يتمتع بعواطف ملتهبة أو أحاسيس جياشة. إذا ضحك اقتصد في ضحكه، وإذا تكلم اختصر في كلامه. يميل إلى العزلة، ليس محبوبا لأنه لا يهتم إلا بنفسه، ولا يخرج عن طريقه لمساعدة الغير أو خدمتهم إلا إذا توافق معه. الوحدة رداؤه، والغربة دواؤه. يتصرف بهدوء وبرود أعصاب، ولا يبالي برأي الآخرين. ورغم عيوب هذه الشخصية، فإنها تتميز بالقدرة على الإنصات للآخرين لفترات طويلة دون معارضة أو تعليق، لأنه ينظر إليهم بأنهم ليسوا بذي قيمة أمامه، وهو بهذه الصورة يقوم باستفزازهم لشدة برودته. علماؤنا الأعلام يقولون بأن الشخص بارد الأعصاب دائما كسول وخامل، بمعنى إنسان روتيني يقتل نفسه ويقتل الآخرين بروتين حياته، يعني لا يتغير إلا فيما ندر، ولا يغير عادة إلا فيما ندر. يصعب عليه تغيير آرائه أو أفكاره، يتمسك بها حتى النهاية، لأن مشكلة الشخصية الباردة بأنه دائم الرضا عن نفسه، لا يشعر بعيوبه أو أخطائه، ويصفه العلماء بالبلادة الحسية، وكذلك يصفونه بالعناد الأعمى، ويصفونه بصعب الإرضاء. وهذه الصفات غير محبوبة إطلاقا إطلاقا. شر الناس الذي لا يبالي بالناس، وشر الناس كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وشر الناس الذي لا يبالي بما قال وما قيل فيه، وكذلك شر الناس ومن لا يهتم بأمر الناس، ومن لم يهتم بأمر المسلمين وخصوصا المقربين منه فليس منا، فليس من الإسلام بالشيء. ثلثي الدين مدارات الناس، ثلثي العقل مدارات الناس، وهذا الشخص لا يدار الآخرين أبدا، ولا يصفح يعني إلا بصعوبة. دائما هذا النمط من الأشخاص لا يتهور في تصرفاته، لا يعنيه التدخل في أمور غيره، ولا يبدي رأيا فيما لا يهمه، لأنه منشغل بذاته. يعبر عنه بالشخصية الغامضة الباردة، وهي شخصية ليست محبوبة إطلاقا، لأنه لا يتعامل بدفء وبعاطفة وبحب مع الناس، ولا يتفق إلا مع من يشبهه في الطباع. لذلك علماؤنا الأعلام قالوا، كيف تتعامل مع هكذا شخصية؟ بالتحفظ وعدم الاختلاط كثيرا، أي بمعنى كلما أعطيت كثيرا وضحيت كثيرا وأثرته على نفسك، هو لا يقدر، فتدخل في دوامة الألم والحسرة والغضب الداخلي والكبت، وإذا بك تهرم وتكبر في السن وأنت ما زلت شابا أو ما زلت شابة. قدر الإمكان تجنب النقاش أو الجدال معه، لأنه يسمعك كثيرا ولكنه لا يغير رأيه أبدا،
وإذا اقتضت الظروف إجراء حوار يتم ترك الأولوية للشخص في عرض الأفكار، فليتكلم هو والرد يكون مختصرا على الأسئلة التي يوجهها هو كي لا تؤذي قلبك ولا تؤذي نفسك، لأن هكذا شخصية لا تستحق أبدا بأن أنت تضيع نفسك ووقتك معها. والله سبحانه وتعالى قد ابتلاك فاصبر على بلائك. هؤلاء الأشخاص لأنهم نادرا ما يشعرون بالندم عند وقوع الخطأ، يتجنبون الاعتذار دائما وأبدا، ويعني التعامل برفق وسعة الصدر معهم أفضل، لأن التفاهم ليس سهلا معهم، سهلا معهم ليس بسهل. يفضلون الغموض، عدم الوضوح مع الآخرين حتى يغيروا الحقائق كما يحلو لهم، لا ويتكلمون في الدين كما يحلو لهم ويتحدثون بما يحلو لهم. ولذلك نجد بأن هؤلاء يعني بعيدين كل البعد عن أهل البيت عليهم السلام، أصحاب الشخصية الباردة التي لا تتفاعل مع الآخرين ولا تتفاعل مع المحيط. البعض يقول نتمنى بأن تكون لدينا شخصيات باردة كي لا نتفاعل أكثر مع الأحداث ولا نتفاعل أكثر مع الأشخاص هؤلاء الذين رفعوا ضغطنا وأوجدوا السكر في أبداننا إلى غير ذلك. هذا ليس بصحيح، وإنما أطلب أنت من الله سبحانه وتعالى العافية والعلاقة السوية، كن يعني اجعلها أمر بين أمرين، لا أن تكون شخصية باردة ولا أن تكون من الشخصيات المنفعلة دائما 24 ساعة، أمر بين أمرين. كل حدث تعطيه قيمته وحجمه فقط، وكل شخص تعطيه حجمه وقيمته فقط. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يعني خصم هذا الموضوع ووضع نقطة يعني رأس سطر حول هذا الموضوع، فقال ضعوا الرجال في موازينها، ضعوا الرجال في موازينها، فلان هذا وزنه، هذا حجمه، هذه قيمته، هذا هو فكره وتصرفه، وأتعامل على هذا كله على مقدار عقله ومقدار تصرفه وعلى مقدار نبله وكرمه ونضجه إلى غير ذلك. ضعوا الناس في ميزانها، في ميزانها الصحيح، في حجمها الصحيح فترتاح، لا تعطي أكثر فتندم ولا تعطي أقل فتبخس الناس حقوقهم. هكذا شخصية إذا ما ابتليت أنت بها يعيش معك كما قلنا قدر الإمكان، فالجدال معه قدر الإمكان، اختصر بالإجابة معه. وإذا كان زوجا ساعد الله الزوجات، إذا كنا يتزوجن برجال باردي الأعصاب بهذه الصورة فعليها كما قلنا بأنها يعني تتجنب الجدال وتتجنب يعني الحوارات، لأنها فقط سوف تدخل في دوامة يعني الأذى النفسي، وسوف تؤذي نفسها قلبا وعاطفة وروحا ومشاعرا إلى غير ذلك، ولا تصل إلى نتيجة. وهذا يعتبر بلاء، يعني الزواج من الشخصية الباردة يعني صراحة يعني والبليدة والعمياء إلى غير ذلك، والمعجب بنفسه ولا يعتذر ويرى آراءه جميعا، بلاء كبير يعني. لكن ماذا تفعل؟ عليها أن تأخذ هذه الإشارات قلنا عنها نقلا عن علماء الأعلام إن شاء الله، وتعيش بهذه الصورة حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير نفسه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.